هيدي بلادنا ما بقى حدا بده يفكر يتطاول عليها، ولا بقى بدنا نسمح لحدا من بعيد او من قريب يستوطي حيطنا. اذا استوطوا حيط الدولة اللبنانية والشرعية اللبنانية والحكم اللبناني من سنة 43 لليوم، لانه هالدولة وهالشرعية وهالحكم ما بحياتهم كان عندهم قضية. اليوم نحن كمقاومة لبنانية ونحن كقوات لبنانية عنا قضية، وهالقضية هيدي بتخلينا ما بقى نسمح لحدا لا من بعيد ولا من قريب يجرب يستوطي حيطنا. كل